بعد افتتاح الموسم الاصطياف اللي ضمن 61 شاطئ المسموح للسباحة، عندنا 4 شواطئ اللي اقترحنا غلق. عندنا زوج شواطئ تاع زيغالدا، خلو في ان خلو في دو، وعندنا زوج شواطئ تاع برج الكيفان، عروس البحر الاول والعروس البحر الثاني، سيغان اون وسيغان دو. هذا لتحاليل غير مطابقه للمقاييس، لكن هاد الشواطئ قعدوا يعني استمروا في التحاليل، استمرينا في التحاليل يوميا حتى لاحظنا تحسن في النوعيه تاع مياه. هذا التحسن دونك هذا الاسبوع الفارط اقترحنا في ضمن لجنه المراقبه وقراءه نتائج مياه البحر، هناك اقتراح لافتتاح هذه الشواطئ.